يا هلا والله شباب، وصلني هذه الحقيبة اللي شايفينها قدامكم، وكان معاها رسالة مكتوب فيها لا تفتح الحقيبة إلا قدام الكاميرا. فأي مثل ما شايفينها عندنا شعار Ghost من Call of Duty، وعندنا BKK اللي هو اختصار لاسمي بشار KK. فخلنا نفتحها. أوكي، عندنا هذا الصندوق المعدني يلي عليه ساعة بيج بن في لندن، ومكتوب هنا لندن. خلنا نشوف شو في بداخله. اوكي، عن لندن، يعني واضح ان الموضوع فيه سفرة على لندن. في عنا تحت خزنة، احتاج 3 ارقام عشان افتح الخزنة. وبما ان شفنا شعار جوست في البداية وجوست بمجموعة تاسك فورس 141، فخلنا نحط 141 141. فتحت، والله فتحت يا شباب. اوكي، عنا شعار جوست مرة ثانية، وعنا هذه المحفظة، والمحفظة فيها رسالة سرية. خلنا نقرأها مع بعض. الرسالة من مجموعة تاسك فورس 141، مكتوب فيها: بشار كي كي، نحتاجك في لندن في بريطانيا عشان تجي وتلعب كول اوف ديوتي وورزون موبايل. كابتن برايس وغوست في انتظارك في لندن. طالما الموضوع في كابتن برايس وغوست، فيلا على لندن عشان نلعب كول اوف ديوتي وورزون موبايل. اوكي شباب، انا حاليا بلندن بريطانيا عشان العب واجرب لكم كول اوف ديوتي وورزون موبايل. اي سافرت كل هالمسافه الى لندن عشان العب وورزون موبايل. طبعا هذه اللعبه مثل ما شايفينها قدامكم في كثير اشياء صراحه. اولا الاوبريتر او الشخصيات نفس حق مودرن وورفير 2 موجودين هنا. بعدين الويبنز عندنا، فينك تضبط لود اوت كلاس للوورزون كل ستريك. وفي الملتي بلاير مثل ما شايفين، لو نروح على المودات في الوارزون اللي اسم اللعبة، وفي مولتي بلاير. هذا الشيء اللي ما كنت متوقعة أبدا، نفس مولتي بلاير مودر وورفير 2019، نفس المابات وكل شيء، بس الأسلحة هي أسلحة مودر وورفير 2. والله بتحمس جدا، ما أدري من وين أبدأ. خلنا نبدأ بالباتل رويال، خلنا نفوت جيم ونجيب الوين. أوكي شباب، بدأنا الجيم الأول بوارزون موبايل، والماب راح تشوفوه الآن هو ماب فردانسك مثل ما شايفين، واللي يعتبر أفضل ماب باتل رويال في الوارزون، واللي الكل عم يطالبوا الشركة أنهم يرجعوه على اللعبة. فليكم رجعوه بس على الموبايل. فيلا خلينا نبدأ الجيم. طبعا من الآن يا شباب أنا تحكمي في الموبايل سيء، فراح تلاقوني نوب، أرجوكم بدون مسخرة في الكومنتات. اوكي، بل بدأوا يطلقوا عليه من البداية. طبعا في السبرنت، القم، اول ذبحة. او في واحد ميت هنا، ما في حد بيقتله. تعال انا بقتلك، اسوي له فينش. تعال. لا 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 لا، في ناس عم يطلقوا عليه. حلو. كنت ابي اسوي له فينش بس قلت بلا ما اتهور الان. في واحد هنا، وهذا اللي هنا شكله مو بوت، فيفضل اني ما اتعارك معه. اي والله مو بوت مو بوت مو بوت مو بوت مو بوت. اهرب يا واد، اهرب 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 اهرب. حلو. اجوا ناس تضربوا معاه ونشغل عني. خلنا نعبي شيل، انا بس احتاج سلاح غير المسدس. اوكي، عندنا بوكس هنا. حلو. سلاح الاي جي قوي. بوكس ثاني اعطيني، وسنايبر. اوكي، اسلحه كويسه. القم، هذا كان بده يغدرني. طبعا مثل ما شايفين اللعبه فيها كثير ازرار، في زر السبرنت تبع مودر وورفير، في الدولفين دايف تبع مودر وورفير 2، غير الدولفين دايف عندنا السلايد اللي متعودين عليه العادي، فالواحد يبيله يقعد يمخمخ عشان يحفظ كل زر وين مكانه وما يخربط بينهم. اوه في واحد هنا، مثل اشيله بالسنايبر. القم، القف. حلو
اوكي. لا لا، العاصفة العاصفة وراي، ناس عم يضربوني. في سيارة، في سيارة صح، في سيارة. بسرعة بسرعة، اركب 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 اركب، امشي امشي. لا لا، اظن انه ركبي بالسيارة كانت خطة غلط. لا والله خطة صح. حلو حلو، في لود اوت هنا، في لود اوت. والله راح هاي توزع عند اللود اوت. بس بسرعة. اوه العاصفة وين؟ وقفي، اني اوقف عند اللود اوت كانت خطوة غبية. اوكي، في كولاج، في كولاج، حاليا رايحين على الكولاج. في امل انه نرجع. اوكي. لا شوت جن، لا لا شوت جن ماني متعود عليه. القم على طول نص جبهته. نرجع الجيم ونجيب الوين. شوفوا الملعب هنا، الملعب لسه مسكر، فهذا ماب الوور زون النسخة الأولى قبل لا ينفتح الملعب. اوكي ننزل على هالبناي. في واحد، اهرب 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 اهرب. هذا الواحد انسان مو بوت. انا ما راح اتقاتل مع اي حد، انا هدخل العاصفة واللي يبي يضرب يضرب الله يسامحه. حلو، لقيت درع، لقيت درع. القم. حلو، هذا عم يتقاتل مع واحد. وين الواحد؟ وينه وينه وينه؟ القم القم، هاي نهاية اللي يبي يلعب معاي. في واحد وراي صح؟ في واحد وراي. هذا بوت، هذا بوت. لا لا لا، نهايتي اموت على يد بوت، نهايتي اموت على يد بوت. تعال يا بوت، القم يا بوت. فست فست، لا ما فست ما فست. ليش ليش طلع لي صوت الفوز يا عيال؟ هيذبحوني البوتات، بوتات هيذبحوني، بوتات هيذبحوني يعني هاي عمري بوتات. امشي 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 امشي. والله كان بيني وبين الموت شعره. اوكي راح ابدل هالسلاح، عنا اي كي هنا وعنا السي 4. هات السي 4. انا بس احتاج درع، درع، احتاج ارمور، ما بي اسلحه. القم، ذبحته بس حط علي صواريخ. الله ياخذك. المركز الثاني يا حرام، لو ما حط عليه صواريخ بس كنا جبنا الفوز. يعني انا وياه ذبحنا بعض وخلينا الواحد متخبي لوحده هو اللي يفوز. هذا كان متخبي لوحده، انا والحمار اللي تقتلت معاه ذبحنا بعض وهذا اللي فاز. اوكي، انا ما سافرت هالمسافة كلها على لندن عشان ما اطلع بفوز. ما راح اسكر اللعبة وما راح انهي الفيديو الا لنجيب فوز ان شاء الله. القم بس، تعال تعال بس. اوه القم، واحد وراي. القم انت الثاني، تعال خلينا نعملهم فينش. فينش الاول، نذبح خروف العيد الاول، بعدين عنا خروف العيد الثاني. تعال، هذول ما ادري صراحة مين قتلهم، بس كذا لقيتهم قاعدين. وواحد نزل علي قصف. شو صاير؟ كأنه في اكشن زيادة على اللزوم. فجأة ذبحت ما ادري كم واحد. اوه اوكي، ذابح 8 اشخاص للحين. القم. اوه اوه، عندي كل ستريك. حطيت عليه الكل ستريك. تكفى يا كل ستريك، اذبحها، تكفى اذبحها. حلو، ذبحت الاول. هذا اخر واحد، هذا اخر واحد. اخيرا جبنا الفيكتوري يا عيال، اخيرا. قلت لكم ما راح اسافر لندن عشان اخر شيء العب واخسر، لازم كان يجي الفوز. اوكي شباب، مثل ما قلت لكم في بداية الفيديو، في طور المالتي بلاير مو بس الباتل رويال، فخلنا نروح نضغط على المالتي بلاير. في دومينيشن وتيم دث ماتش الان، فهنختار تيم دث ماتش وخلنا نبدا الجيم. المالتي بلاير اللعب عادة بيكون فيه سريع اكثر، تموت وتذبح اكثر، فمتحمس اجربه صراحة. الوور زون استمتعت فيه، خلنا نشوف كيف المالتي بلاير. اوكي نبدا المالتي بلاير، وعندنا ماب برودكاست اللي موجود بالمودرن وورفير 2019. نختار اي كلاس، كلاس العادي، الكلاس السب ماشين.
اوكي، المالتي بلاير الوضع غير. بالمالتي بلاير راح تذبح كثير وراح تموت كثير كمان، فالله يستر. خلينا نشوف اول ذبحه. والله ايمي ضايع فيها. القم يا بوت، ابلع يا بوت ثاني. هذا بوت انتحاري، ابلع. القم بس دبل ترابل. الله ترابل حرام يا اخي، ما قاعد يخلوني اجيب كل ستريك. القم ابلع. ادري انه الايم بطاطا، بس اهم شيء انه مات اخر شيء. القم. والله الملتي بلاير حماس يا عيال. اوكي فزنا الجيم، فزنا الجيم. لا الملتي بلاير غير كليا عن الورزون. اوكي، والان دخلنا دومينيشن ودخلنا على ماب سكارب يارد، افضل ماب عندي او من افضل مابات عندي بمودرن وورفير. لازم سكارب يارد ادرعم كذا من النص. شيل اول، شيل الثاني. والله الثاني هيشيلني من الايم اللي علي، بس معليش سلكولي يا شباب. اوكي اثنين، بداية الجيم بداية كويسة. القم هذا انتحر. هذا انتحر ولا كيف؟ ابلع. طلعت الثاني، نطلع المسدس. اوكي. لا اللعب هنا اكشن زيادة الصراحة. القم. الله تربل كل. انا اليوم قاعد اجيب كثير تربل كل. القم انت الثاني. والله اللعب مع البوتات يخليك تحس انك العب واحد في العالم. لا لا ابلعي. تعال. لا. حلو. ان شاء الله ما اموت، بس ابي اجيب الكل ستريك الاخير. باقي لي قتله على اخر كل ستريك. تعال خذ، جبت اخر كل ستريك. حط اليو اي في. طلع السنتري. حط السنتري هنا. حلو، ونحط الكل ستريك الاخير الدبابه. يلا دعس تايم يا واد. القم. تعال ثلاثه. القم. تعال وين رايح. ايوه تعال. اوف والله فرمتهم فيها. لعوه. والله الملتي بلاير حماسي يا شباب، الملتي بلاير حماسي بهاللعبة ألف. وبكذا يا شباب بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكون عجبتكم التغطية البسيطة لوورزون موبايل والمالتي بلاير. طبعا لسه ما بنعرف اللعبة متى راح تنزل، بس فيكم من الآن تعملوا تسجيل مسبق سواء على الأندرويد أو الآيفون. الروابط موجودة بالوصف. اللعبة فيها الوورزون المالتي بلاير وشكلها جدا رهيب، والشيء الحلو إنها مربوطة مع وورزون ومودرن وورفير 2 اللي موجودين على البلاي ستيشن والبي سي. كيف يعني مربوطة؟ يعني لو لفلت هنا ليفلك راح يزيد هناك او العكس. شيء جدا رهيب. واتمنى يا شباب لا تقصروا بدعم هالفيديو، لانه انا العربي الوحيد يلي ارسلتها اكتيفيجن عشان يروح ويجرب اللعبه. ايه العربي الوحيد بين كل صناع المحتوى. فاتمنى تدعموا الفيديو بزر اللايك وبس. كان معكم بشار كيال او بشار كيكي. شوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.